السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سعيد مع درس جديد من دروس النحو. يا ترى النهاردة درسنا هيتكلم عن ايه؟ النهاردة درسنا يا ولاد هيتكلم عن حروف العطف. حروف العطف ما احنا خدناها قبل كده يا مستر، عارف انكم خدتوها، بس كمان هنضيف بعض الحروف الجديدة. حروف العطف، حرف العطف يا ولاد، عارفين اللي بيجي قبليه بيتسمى المعطوف عليه، واللي بيجي بعديه المعطوف. وعارفين كلنا ان المعطوف بيتبع المعطوف عليه في الاعراب. طيب يا ترى ايه هي حروف العطف اللي احنا كنا واخدينها قبل كده؟ الواو والفاء وثم واو. بس انت مطالب منك ان انت تعرف معنى كل حرف. طيب لو جينا بصينا على حرف الواو بيفيد ايه؟ بيفيد الجمع. مثال: حضر أحمد ومحمد. هتقولي مين اللي حضر؟ هقول لك أحمد ومحمد، لأن الواو بتفيد الجمع. طيب حرف الفاء بيفيد إيه يا أولاد؟ بيفيد الترتيب مع التعقيب. مش فاهم، لو قلت لك حضر محمد فأحمد، مين اللي حضر الأول؟ برافو عليك، محمد. طيب ومين اللي حضر بعديه بسرعة؟ احمد. عشان كده قلنا الفاء تفيد الترتيب بس مع التعقيب، يعني مفيش فتره زمنيه او فتره زمنيه قليله. طيب لو في فتره زمنيه كبيره او بسيطه نحط ايه؟ ثم، لان ثم بتفيد الترتيب مع التراخي، بمعنى حضر احمد ثم علي. يبقى حضر مين اللي جه الاول؟ احمد، بعد فترة من الزمن جه علي. طيب اخر حرف معانا او، بنقول او هنا للتخيير، بمعنى لو انا قلت لك حضر محمد او علي، يبقى مين اللي حضر؟ تفيد التخيير، واحد من الاتنين بس اللي حضره. طيب عندنا حروف العطف ونفس القصة، قبليه المعطوف عليه وبعديه المعطوف. عندنا اول حرف يا اولاد اللي هو لا، حرف عطف. مثال: احب الصادق لا الكاذب. احب الصادق لا الكاذب، فين المعطوف عليه؟ برافو عليك، المعطوف عليه الصادق. طب المعطوف الكاذب، بياخد نفس حكمه الاعرابي. احب فعل مضارع، الصادق مفعول به لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، واللا حرف عطف، والكاذب هتبقى معطوف عليه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب يا ترى حرف اللا هنا بيفيد إيه؟ يا سيدي كل اللي بيعمله بيثبت ما قبله وينفي ما بعده. يعني إيه؟ هو عايز يثبت لك إنه بيحب الكلام اللي قبليه وبينفي عنه الكلام اللي بعديه. هتلاقي بيحب الصدق وبيكره الكذب. طيب الحرف اللي معانا بعد كده حرف العطف لكن. يا ترى لكن بيفيد ايه؟ طب ناخد مثال: لا تقدر الدولة الجاهل لكن العالم. فهمت كده؟ لكن حرف عطف، يبقى فين المعطوف عليه؟ الجاهل. طب فين المعطوف؟ العالم. طب ركز معايا هنا، لكن افادت ايه؟ لكن هنا حرف للاستدراج، ينفي ما قبله ويثبت ما بعده. بس لكن لازم يجي قبليها يا نفي يا نهي، يعني لازم يا ولاد يسبقها نفي او نهي، لانها بتنفي الكلام اللي قبليها وبتثبت اللي بعديها. طب اخر حرف عطف معانا يا اولاد بل. يا ترى بل هنا بتعمل ايه؟ طب تعالى نقراها في جملة كده: اصاحب الاشرار بل الاخيار. انا غلطت وقلت اصاحب الاشرار فرجعت في كلامي ببل، عشان كده بل بتفيد حاجة اسمها الاضطراب. الاضطراب يا اولاد يعني وقعت في غلط، زي مثلا حضرت الساعة الثالثة بل الخامسة، يبقى انا جيت الساعة كام؟ الخامسة. برافو عليك. طب فين هنا المعطوف عليه؟
الأشرار، والمعطوف الأخيار. عشان كده قلنا بل بتفيد الاضطراب. واللي لازم تعرفه يا أولاد في حرف العطف بل، ممكن يجي برضو قبليها نفي أو نهي، زي مثلا لا أصاحب الأشرار بل الأخيار. أما لكن لازم يجي قبليها يا نفي يا نهي، والمعطوف بياخد حكم المعطوف عليه. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.